السلام عليكم ورحمة الله. كيفكم يا شباب؟ إن شاء الله بخير. معنا هذا الراوتر ما راح نعمل له صيانه ولا شيء. ليش؟ لأنه عطله بسيط جدا. هاي الآي سي مضروبة هيك واضحة محترقة، مجرد هلق عطينا تغذية خلاص اشتغل، بس نغيرها اشتغل. طيب لو ما عندي الآي سي هاي نركب له هاي الدارة، إلا بركب له هاي الدارة. لو ركبت أنا هاي الدارة بدي يشتغل، ولو ركبت هاي الدارة بدي يشتغل. طيب أنا بدي أقلكم إنه أنا ما بركب غير هاي الدارة إله، طبعا إذا كان سحب التيار بناسب هاي الدارة، ما يكون سحب التيار أعلى من قدرتها لا. بس بينما الراوتر مثلا عم يسحب نص أمبير، نص أمبير، ما بدي أقول 400 ولا 200، نص. فهاي الدارة إلى قدرة، لأنه هاي تعطينا 1 أمبير وهاي الدارة تعطينا 3 أمبير. طيب ليش ما منركب 3 أمبير وما في حاجة لهاي الدارة؟ أنا بدي ركب هاي وما بركب غير هاي، هاي الدارة أنا ما بركبها. السؤال ليش أنا بدي ركب هاي، أو أنتي أو أي واحد فيكم ليش بدي ركب، بدي يختار هاي الدارة؟ ما راح يختار هاي الدارة، وعلما أنه بيشتغل على أي وحدة بالتنتين، أي وحدة ركبتها راح يشتغل. هذا الراوتر راح نشغلكم اياه، طبعا هو شغال بس دارة التغذية مضروبة. هذا هو شغال واموره تمام. فهلق مهمتكم تختاروا اين دارة بدكم تركبوا مع ذكر السبب. ليش اذا بدك تركب هاي الدارة 1 أمبير، واذا اخترت 3 أمبير ليش انت بدك تركبها؟ مع التفسير اكتبوا لنا بالتعليقات رأيكم، لانه رأيكم مهم جدا. وهذا هلق هيك سؤال عادي، ان شاء الله بما انكم طلبتوا هيك اسئله ان شاء الله بالمرات القادمه في اسئله. السلام عليكم.